السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم سننتقل معكم إلى زبيد. زبيد من محافظة ذمار. زبيد رجل بن معن بن عمرو، أرضه تعرف اليوم في محافظة ذمار. زبيد تنسب إليه قبيلة زبيد الشهيرة، وما زالت تعرف حتى اليوم في شرقي بلاد عنس. وقد انتشر أبناء زبيد من بنيه، وهم اليوم بطل من قبيلة الطي من القحطانية، ومنهم الفارس الشاعر الشهير في الجاهلية والإسلام عمرو بن معدي كرب الزبيدي الشهيد في معركة نهاوند. ومن مساكنهم برية سنجار من الجزيرة الفراتية بين العراق وسوريا، من مساكن الزبيديين. ذلك هو زبيد. فإلى لقاء مع ضيف جديد من موسوعة أعلام اليمن غدا إن شاء الله.